حييكم مشاهدينا بها نهار الحلو، إن شاء الله تكونوا عم تستمتعوا بيوم العطلة. نحن من جهتنا بأجندة اليوم اخترنا لكم موقع لبناني رائع جدا. أول شيء السنة هو الموقع الوحيد يلي عم يحتفل بالمهرجانات، ويا رب بلا حسيدة إن شاء الله بتمشي المهرجانات بشكل كتير حلو، ومثل ما أصحابه اللي منظمينه بيريدوا مثل ما نحن كمان منريد. طبعا فهمتوا أنه عم بحكي عن مدينة جبيل. اليوم رح بتكون حلقتنا كلها عن مدينة جبيل، لأنه جبيل مش بس هي مهرجانات صيفية، هي حركة إنمائية متواصلة، وهيدا بيرجع طبعا لهمة أبنائها. واليوم رح يكون معنا أحد أبناء هالمنطقة، شخص مميز جدا، رح يخبرنا عن النشاطات الإنمائية يلي تمتد حتى منطقة بعلبك. ولكن بداية في عنا جولة كتير سريعة على أبرز المعارض، وبعدها منحط رحالنا في مدينة جبيل. بإطار النشاطات الفنية لهالأسبوع، جالت كاميرا البرنامج على عدة معارض، وكان لنا بعض اللقطات بجاليري فرة بمنطقة المكلس اللي عم تعرض لغاية 9 آب المقبل مجموعة لوحات للفنانة روزي رحباني، بتضم 20 لوحة من الحجم الكبير والصغير منفذة بالميكست ميديا. استوحت مواضيعها من السفرات يلي قامت فيها على عدة بلدان مثل إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، الصين وتايلاند. والفن بلا حدود، بإمكانه اختراق الحواجز والحدود ومن دون جهد. ألفت بلوحات روزي رحباني استعمال أكسسوارات ومواد ما بتخطر بالبال. مجموعة لوحات مميزة عكست بصمات روزي رحباني الواضحة، معروضة لغاية 9 آب المقبل بجاليري فرة المكلس من يوم الاثنين ليوم الجمعة من الساعة 10 الصبح للساعة 7 المساء. أما يوم السبت فمن الساعة 10 للساعة 6 المساء. بيستقبل مجمع ادي سانز جبيل معرض للفنان اندري كالفيان لغاية 19 آب المقبل، وبيتخلل المعرض رسم حي للفنان كالفيان على أنغام موسيقى عازف الجيتار جهاد وهبي. كاميرا نهاركم سعيد رافقت هالظاهرة الفنية يلي جمعت بين فن الرسم وفن الموسيقى بإطار معرض ضم عدد كبير من لوحات الفنان اندري كالفيان اللي عرف برسم الأبواب والشبابيك والشرفات القديمة اللي مر عليها الزمن، إضافة للبيوت القديمة اللي هجروها أصحابها. لوحات قررت أن تعيد البيوت من الإهمال إلى نبض الحياة، لترجع الحنين إلى حيط البيت أو شباك التيتا أو طريق الضيعة. وقد سبق للفنان أندري كالفيان أن أقام عدة معارض فردية، كما شارك بعدد كبير من المعارض الجماعية بلبنان والخارج، وإله حوالي 7000 لوحة منتشرة في جميع أنحاء العالم. منذكر أنه معرض الفنان أندري كالفيان بيستمر يوميا بالإدي سانس جبيل لغاية 19 آب المقبل.
نرجع لاستديوهاتنا ويسعدنا أن يكون معنا اليوم بالبرنامج المحامي الأستاذ رافائيل صفير منسق النشاطات الإنمائية لمنطقة جبيل وبعلبك. أهلا وسهلا فيك ماتر صفير، شرفتنا. أهلا فيك مدام مرتا. يعني يمكن هلأ مثل ما أنا كانت ردة فعلي أنه جبيل وبعلبك شو جابهم على بعضهم في مسافة كتير كبيرة جغرافيا؟ إذا بتشوف الخريطة أني بيكملوا بعضهم، يعني بتطلع جبيل لقلوق تنزلي بعدين منطقة بعلبك مباشرة. هيدي فوق الأرض؟ نعم فوق الأرض. ليه هلأ بهالبرنامج هيدا بهالمشروع في شيء بيربط بين جبيل وبعلبك؟ ضمن إطار التعاون يلي بترعاه كانت جمعية أصدقاء بيبلوس ومركز الاستقبال والاستعلام السياحي في جبيل التابع لمهرجانات جبيل الدولية، وبإطار هالتعاون اللي بيصير مع الدول أو البرامج الدولية الأوروبية إجمالا، الإيطالية البريطانية أو السويسرية اللي عم نشتغل عليهم، رح ركز على التلياني بهالحلقة هلا لأنه اليوم عندهم مشروع يعني التليان. اهتموا الإيطاليين بمسار الطريق الروماني المعروفة باسم فيا أبيا، يلي كانت تنتهي بجنوب إيطاليا بمدينة برينديسي وبترجع تبدأ بالشرق بجبيل. نعم. جبيل نهر إبراهيم وبتطلع بوادي أدونيس إلى مواقع بعد فيها أثارات رومانية لليوم، المشنقة، ينوح، المنايطرة لاحقا، أفقى. وهالمسار هذا الطريق الروماني بتكفي بصوب البقاع على دير الأحمر، إعات، بعلبك، عنجر، وبعدين يعني هذا خط أثبتت الدراسات أنه هذا خط متواصل موجود، خط واحد، نفس الأشخاص اللي مرقوا عليه. نعم. هن زيتهم تركوا هالأثار بعد موجودة، الأثار الرومانية موجودة لليوم بعد موجودة منا معروفة، وهدفنا نعرف عليها أكثر بعد. كمان ضمن هالمسار هيدا وعلى هالمسار هيدا في نشاطات عن سير وبقيت للقرن التاسع عشر، كانت طريق أوافل بيحكي عنها إرنست رونان بميسيون دو فينيسي. صح. الأوافل كانت تجي من البقاع للشط على هالخط، على هالخط هيدا. إذن على مسار 2000 سنة الخط موجود. الطريق الجديد الزفت اليوم اللي موجودة كمان بتستعمل قسم كبير من هالمسار الروماني. إذن التليين بهمهم لإعادة إشعاع تاريخهم إذا بدي سميها بتطوير هالمسار هيدا. نعم. هالمسار ضمن برنامج كان اسمه ليدر، وعن يخلص اليوم بآخر السنة بيخلص برنامج الأوروبي ليدر، ويلي البرنامج اللي نحن اليوم بصدده اللي هو تركوم. تركوم يعني territories communities. نعم. التجمعات المحلية. من البرنامج الزراعي يعني النشاطات الزراعية اللي بتصير، لأنه التركيز عليه على الإنتاج الزراعي، التطوير والتنمية المتكاملة بتكون مع كل عناصر المتواجدة بهالمنطقة هيدي، من التراث، البيئة، السياحة، الانتاج الزراعي، الانتاج الحرفي، المراكز الدينية، المزارات الدينية. لأنه البرنامج اللي عم نتعاون فيه مع مجموعات العمل المحلي بإيطاليا كمان عندها ذات المواصفات وذات المصادر، نفس الطبيعة، يمكن نفس الطبيعة، فيها المزارات الدينية، فيها البيئة، فيها التراث، فيها الحرفي، فيها كل هالأمور هيدي. التوازي اللي صار بين الاثنين خلينا نتعاون مع التليان على إطلاق هالبرنامج هيدا. أساسه زراعي، ومن ضمن برنامج مساعدة البلدات والمناطق المتضررة من بحرب 2006. منطقة جبيل اختارت التنمية المتكاملة انطلاقا من الزراعة مع كل المعطيات التنموية اللي متوفرة بهالمنطقة. يعني إذا بدنا نحكي عمليا أستاذ رافائيل، عمليا على الأرض شو اللي رح بيصير؟ بإستوريك سريع، يعني بنظرة تاريخية سريعة، نوجد مركز الاستقبال والاستعلام السياحي وأصدقاء بيبلوس، جمعية أصدقاء بيبلوس، وهدفهم التنمية والتطوير. أصدقاء بيبلوس عندها مستوصف مثلا، إنما في عندها مركز المهن الحرفية كذلك، جمعية مركز الاستقبال والاستعلام السياحي اسمه بدل عليه، اشتغلنا في مناطق مثل بترون وجبيل وكسروان. اليوم ببرنامجنا عم نشتغل بالعلو بالطلوع اذا بدنا، صوب علبك. فيها التكامل الجغرافي والتكامل بالانتاج وتكامل بالتجمعات الاهليه يلي مهتمه بانه توضع نشاطاتها سوا وتتعاون لتطوير هالمنطقتين هودي. بالوضع اللي نحن فيه اليوم المجتمع الاهلي ناشط جدا، يعني بالرغم من كل الاوضاع اللي نحن فيها المجتمع الاهلي، شفت بحلقتكم احد الماضي حضور جمعيات تهتم بالمأكولات. صح. بمعرض بنيويورك. مظبوط. وبعض هالجمعيات اللي من منطقه بعلبك مشاركين معنا ببرنامج التطوير والتنميه تركا. لي باخذ برنامج مثل يعني
منتوج مثل التفاح. نحكى عنه كثير وانه في ازمه فيه او في مشاكل فيه. برنامج مثل دبس الخروب يعني اثنين بعيد كثير عن بعضهم يمكن هن، بس انما هودي في امكانيه جمعهم كلهم سوا، الصناعات الحرفيه، الصناعات التقليديه، الانتاج الزراعي. برجع بكرر المراكز الدينيه، في مغاره مثلا بمنطقه جبيل اسمها مغاره مبعاج، صح بيعرفوها اهلها والجيران فيها، يمكن اليوم عم تتطور بمبادره خاصه كمان، هيدي ما بيسوى نتركها ولازم نشجعها. بينوح في مؤسسه جمعيه محليه بتهتم بتطوير وتنميه تراث ينوح الاثري والاجتماعي والديني. لما توقعت الاتفاقيه بين هالمجموعات هيدي بجبيل ولاحقا رح تتوقع مثلها ببعلبك، كان الهدف منه اعلان الرغبه بالتعاون لتنميه مناطقنا. صار في رغبه، برجع بقول انطلاقه من الزراعه انما بشكل متكامل مع كل المصادر يلي عم نحكي فيها، بيئه وسياحه وتراث وتاريخ وزراعه وحرف ومزارات دينيه. انوضعت كلها سوا، وهذا التنسيق عم يصير بانه من بعد ابداء الرغبه نبلش بالنشاط اليوم. يعني كل منطقه من يلي ذكرتهم بيجوا ابناء بيقولوا نحن عندنا هالمخزون هيدا هالانتاج، بس بدنا مساعده ان كان بالافكار او بالبرامج او بالتمويل. هيك عم بيصير الشغل؟ اللي عم بيصير انه عدا عن المسار الطريق الروماني وسعنا اكثر، قضاء جبال ككل في عندي ميفوق فيها مهرجان عسل مثلا، صح اهمج والمناطق اللي حواليها عندهم الانتاج النباتات الطبيه، الريحاني فيها الدبس، عمشيت في عندهم شغلتين كتير حلوين، الشغل ورق البلح الشغل التراثي، وفي ماكولات تراثيه معروفه باسم المسيسه والمورقه. هودي كلهم كانوا اشياء تقليديه قديمه واليوم في ناس عم ترجع تطورهم وتحييهم. كل هالامور هيدي بالاضافه للمواقع الطبيعيه، المواقع الاثريه، المواقع الدينيه، ضافرت جهودها ووضعوا خبرتهم وامكانياتهم بهدف تطوير هالمنطقه، مثل بجبيل تنظيفها مثل تزبيتها ببعلبك كمان. شو عم بيصير النشاط؟ تركم هو احد الاهداف اليوم لبرنامج تركم، هو جمع هالمبادرات الموجوده، دراسة أولوياتها واحتياجاتها، إقامة ندوات تدريبية، أولها كان من الأسبوع اللي مرق ب 23 و 24 تموز بجبيل بين جمعيات من منطقة جبيل ومن منطقة بعلبك، لأنه ندرب المدربين اللي رح يصيروا بعدين. بندوة أولى كانت بجبيل، الندوة الثانية رح تكون على خلال أسبوع بإيطاليا بشهر أيلول، والندوة الثالثة والأخيرة كمان بلبنان، ممكن تكون أو بجبيل أو ببعلبك، ما حددنا بعد وين، ليكونوا هالأشخاص ال 15 أو ال 20 اللي رح يهتموا بإقامة النشاط الفعلي بعدين لتطوير هالمناطق. أنتوا دربتوهم؟ نعم. وروحوا اشتغلوا. صح. نحن بنعطي الخبرة، بنعطي نقل الخبرة، تطوير القدرات البشرية، وضع الأطر للعمل، الاستفادة من الخبرة الأوروبية والقوانين الأوروبية، لأنه بمرحلة لاحقة إذا بدنا ننافس الإنتاج الأوروبي أو غير إنتاج دولي عن يتصدر لأوروبا بده يكون عم نطبق المعايير الزراعية والاقتصادية الأوروبية. من هون أوروبا بتنقل الخبرة هيدي، وهون دورنا نحن بالمعلومات وبالاتصالات اللي عنا إياهن إنه نجمع الحاجاتنا هون مع الإمكانيات اللي عم توفرها البرامج الأوروبية للتطوير والتنمية. هيدا دعم بالخبرات، في شيء دعم مادي كمان؟ لأنه في شغلات بدها مال، وباللبنان بتعرف في مشكلة. البرنامج تركم ما بيعطي دعم مادي لأي مشروع. أبدينا رغبة التعاون من خلال أسبوعين ثلاثة، اليوم صار عندنا تمويل. هاللي